أولى الاجتماعات التحضيرية لقمة عمان اختتمت باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 28. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وده موضوع من الموضوعات المهمة جدا بالنسبة للعمل العربي المشترك، باعتبار أنها يعني ستؤدي إلى تكامل الاقتصادات العربية وفتح الحدود للسلع والخدمات العربية. ملف الإرهاب هو الآخر حضر وبقوة، كونه أحد التحديات الرئيسة التي تؤثر على مسيرة التنمية الاجتماعية العربية، والذي تمحور حول الأسباب والمعالجات فيما تم إدراج بند اللاجئين والنازحين بناء على طلب الأردن. كافة الدول العربية والأردن من بينها بطبيعة الحال تدعم كل الدعم جهود الحكومة العراقية الشقيقة في مسعاها لتحرير أراضيها من الإرهاب الذي استباح أراضيها. نحن نقف بجانب أشقائنا في العراق والحكومة العراقية بجهودهم الناجحة، التي ربما نستغل الوقت الآن لتهنئتهم على كل النجاحات التي يحققونها على أرض الواقع في تطهير بلاد العراق الشقيق من الإرهاب الذي يستبيح أراضيه. الجلسات المغلقة أثمرت على رسم ملامح منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد العربي الجمركي، فضلا عن فتح باب الاستثمار في التنمية الزراعية عملا بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للفترة من عام 2017 لعام 2021. مصلحة الأمة العربية ومصلحة الأمن القومي العربي بعراق موحد ومستقر وخالي من الإرهاب يستطيع أن يكون ويعود إن شاء الله كما كان على طول تاريخه ركن أساسي من أركان قوة الأمة العربية. هذا ما تسعى إليه كافة الأقطار العربية. الاجتماعات التحضيرية وضعت الأسس للتوافق على مشاريع القرارات التي سترفع للمستوى الوزاري، تمهيدا لوضعها أمام القادة والزعماء العرب، والذين بدورهم سيحولونها من مشاريع قوانين إلى قرارات قابلة للتنفيذ. من البحر الميت، مقر انعقاد قمة عمان، زيد الطائي، العراقية نيوز.